في خطابه الافتتاحي الذي ألقاه معالي رئيس الوزراء بهيمي باداكي البير في أعمال القمة 62 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، قال معاليه أن بحيرة تشاد لها أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للقارة الإفريقية، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها البلاد. نتابع جزء من هذا الخطاب بترجمة صوت الزميل خالد موسى الحاج. Les écosystèmes du bassin du lac Tchad sont sans conteste d'un intérêt stratégique. إن النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد له أهمية استراتيجية كبرى للمنطقة والقارة نظرا لإمكانياتها الاقتصادية والبيئية، إذ تشكل ليس فقط مركزا لتصدير المواد الغذائية وتوفير فرص العمل لسكان الجوار والدول المتاخمة، ولكنها غنية بتنوعها الحيوي ما يجعلها منطقة رطبة ذات أهمية دولية، كما أن إجراءات تصنيفها ضمن التراث العالمي لليونسكو تجري على قدم وساق. إن الحوض يتميز بنظام هش يتعرض لتراجع معدل سقوط الأمطار ويضاعف من هشاشتها تفاقم التغيرات المناخية والنمو السكاني السريع والأزمات الجيوسياسية، يضاف إلى ذلك كثافة تدفق الهجرة وزيادة انعدام الأمن الغذائي بسبب جماعة بوكو حرام الإرهابية. وبالنسبة للموارد المائية، فبالرغم من التحسن الملحوظ مؤخرا بسبب الأمطار، تبقى المساحة المائية أقل بعشر درجات من المستوى الطبيعي الذي كان عليه في الستينات، وهذا يشكل تهديدا واضحا لمستقبل الحوض الإفريقي الرطب الكبير مع عواقب لا يمكن توقعها على المستوى البشري والبيئي. ويبدو لي أن الوقت مناسب لكي نواجه التحديات العديدة من أجل بلورة التزامنا السياسي تجاه منظمتنا في الوقت الذي يفرض فيه علينا الإرهاب تحديات أمنية جديدة تقوض جهود التنمية. في ظرف كهذا، فإن إبراز إمكانيات بحيرة تشاد وزيادة تكيف المجتمعات وأنظمة الإنتاج مع التغيرات المناخية يتطلب تنسيقا للسياسات والخطط والتركيز الجيد من أجل التنفيذ الأمثل للمشاريع والبرامج. Une bonne articulation et une mise en œuvre efficace des projets et programmes. وأضاف رئيس الوزراء بهيمي باداكي البير بأن الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد وشركائها تعمل من أجل القيام بإصلاح مؤسسي اللجنة وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برامج جديدة لصالح الشباب والمجموعات الضعيفة في حوض لجنة بحيرة تشاد. نتابع مرة أخرى. إن الاجتماع المنعقد في نجمينا يتناول بالدراسة الحصيلة المالية لنشاطات العام 2016 وأنشطة وميزانية العام 2017 للجنة حوض بحيرة تشاد. هذه الدراسة تسمح من ناحية بتعزيز المكتسبات التي تحققت بفضل التزام الجميع وإطلاق مبادرات جديدة تفرضها التحديات المشتركة في الإقليم من ناحية أخرى. وألفت انتباهكم إلى اهتمامات الدول الأعضاء والشركاء والتي تتعلق بإنهاء عملية الإصلاح المؤسسي للجنة حوض بحيرة تشاد وتعبئة الموارد المالية الإضافية لتنفيذ البرامج الجديدة لصالح الشباب والمجموعات الضعيفة، وأخيرا إشراك الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني في أنشطة لجنة حوض بحيرة تشاد. كما تلاحظون أن برنامج العمل أعد بشكل جيد، ويمكنني أن أعتمد على الروح البناءة والثقة والتفاهم الذي يميز نقاشاتكم، كما أنني مقتنع أن النتائج النهائية ستشكل حوافز لتحقيق التنمية التي يحتاج إليها الإقليم. وأشكر مجددا البنك الأفريقي للتنمية كبير الشركاء الفنيين والماليين لحوض بحيرة تشاد وباقي الشركاء الحاضرين على دعمهم ومرافقتهم الدائمة. وفي الختام أدعو المشاركين إلى صياغة الأفكار التي تجعل من اجتماع جمينة نقطة انطلاق وقوة دفع جديدة لمنظمتنا في ظل التحديات التي تواجهها الدول وشعوب المنطقة.